بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع برنامج الريفت نتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل 3D ونتحكم فيه ونتحرك فيه براحتنا زي ما احنا عايزين. الاول احنا دلوقتي موجودين على ليفل 1، يعني بلان عادي خالص، عايزين نجيب 3D. ممكن من هنا من الفيوز اول هنلاقي اخر حاجة موجودة تحت في 3D فيوز، اهي اخر واحدة موجودة فيها كلمة 3D، نضغط عليها دبل كليك هنلاقي 3D موجود هنا. طبعا ممكن نرجع تاني للبلان ونروح لها بطريقة تانية، هي الشورت كات الموجودة فوق ديت اسمها 3D فيو، نضغط عليها كليك هيجيب لنا ال 3D بتاعنا. طبعا هو انا اصلا مش مسايب الفايل فعايزين نفتحه له، اكيد هو كده جاب لنا ال 3D. برضو ممكن ندخل تاني على نرجع البلان وعايزين نجيب ال 3D بطريقة تانية، هنلاقي هنا من قائمة فيو هنلاقي ال 3D موجود قدامنا اهو، نضغط عليه هيجيب لنا الشكل ده، او كل ده برضو من الكيوب اللي موجودة قدامنا ديت نقدر نتحكم فيه زي ما احنا عايزين، نجيب الهوم بتاعته او نبدأ نجيب 3D من الزوايا اللي موجودة ديت. كليك على اي زاوية منهم هيجيب لي الشكل من الزاوية اللي انا عايزها، سواء كانت زي ما احنا شايفين كده هنلاقي الان يعني النورث والويست والساوث والايست. تمام، ادي كل الاشكال اللي احنا ممكن نتحكم فيها، ممكن نجيب له الفرونت ونجيب له الرايت والباك والليفت، ممكن نجيب البلان او التوب، ممكن نلف الشكل من هنا زي ما احنا عايزين بالطريقه ديت، كل ده طبعا من الفي كيوب. تمام، برضو نجيب ال 3D، ممكن من ال 3D دوت هنا لو وقفنا على الجزء ده وعملنا دراج كده سحبناه لمين وشمال هنلاقي ان الشكل بيتلف معانا زي ما احنا عايزين. من البيفوت لو لاحظنا الشكل كده على الرسمة هنلاقي ان في حاجة اسمها بيفوت، النقطة اللي موجودة في نص الشكل بالظبط وبيلف معايا زي ما انا عايز. طبعا لو انا ضغطت شيفت برضو على المفتاح بتاع الكيبورد، مفتاح الكيبورد وعلى البكرة بتاعت الماوس وبدأت اتحرك كده، بعمل بتحرك في 3D زي ما انا عايز، اعمل كده زوم وابدا اتحرك في 3D فيو زي ما انا زي ما احب. طيب الفيو كيوب اللي موجود عندي دوت ممكن كليك اليمين عليه هلاقي عندي هنا الاورنت تو فيو، هلاقي ان انا اقدر اروح للبلانات فلور بلانز اي بلان انا عايزه، او اقدر اروح للواجهات، او اقدر اروح للسكاشن، واقدر اروح لل 3D فيو اي جزء من 3D فيو اللي متسايف عندنا من الفيوهات اللي موجوده. يعني طبعا عندي هنا فيوهات كتير في كل ده في 3D ممكن اروح له، طبعا احنا شفنا الكلام دوت لما خدنا البروجكت براوزر، وممكن كمان ان انا ادخل من الجزء دوت هلاقي ان انا لو سحبت دي كده معايا اضغط عليها ورحت وقفت على الشكل ده كده هلاقي ان انا عندي هنا في زوم وهنا في الاوربت، لو ضغطت على الاوربت ده هلاقي ان انا اقدر الف الشكل ده زي ما انا عايز، اقدر ابص عليه من الجزء اللي انا عايز اشوفه منه وهكذا. تمام، طيب نرجع تاني برضو للفيو كيوب، لو ضغطت عليه كليك يمين ودخلت عند الاوبشن بتاعته هلاقي ان انا اقدر في الاوباست بتاعته ان انا اخليه يخف، اخليه خفيف او اخليه اتقل يبقى ظاهر اكتر، او درجة الشفافية بتاعته اتحكم فيها زي ما انا عايز، فمن هنا اقدر اتحكم فيه. ومن هنا اقدر اتحكم في المكان بتاعه، لو قلت له مثلا توب رايت او بوتوم رايت، يعني مثلا نبص عليه دلوقتي هنقول له اوكي هنلاقي ان هو بقى تحت، لو قلت له تاني في الاوبشن وقلت له مثلا رجعه لي خليه لي في التوب رايت هنلاقي ان هو بقى اصبح فوق. طيب لو هو عندي دخلت في الاوبشن هلاقي هنا كلمه شو ذا فيو كيوب، لو اختفى وقلت له اقدر كده اقدر اخفيه واقول له اوكي كده اختفى، طب انا اقدر اجيبه منين تاني؟ اقدر اجيبه من هنا، ادخل على الاوبشن هلاقي ان في عندي كلمه فيو كيوب اهي، هلاقي ان شو ذا فيو كيوب واقدر ازيره تاني واقول له اوكي فيظهر عندي. تمام، طيب لو عندي النافيجيتور ديت النافيجيشن بار، لو النافيجيشن بار اختفت بتيجي منين؟ برضو من هنا من فيو، هلاقي يوزر انترفيس وادخل عليها الاقي كلمه نافيجيشن بار اختارها هلاقي ان هو ظهر معايا تاني. تمام، طيب انا كده قدرت اتحكم في كل الحاجات اللي موجوده هنا قدامي. تعالوا كمان نجيب حاجه، نعمل حاجه تانية، لو دخلت هنا واخترت مثلا الكاميرا
واخترت الكاميرا من هنا ودخلت قلت له انا عايزك تبص لي على الجزء دوت. اول ما اضغط هنا كليك كده هلاقي ان هو دخلني على صفحة تانية خالص. ده المنظر او الشكل اللي هو قدر يشوفه، دي لقطة منظورية بالعين. لو انا ضغطت على شيفت والبكرة سكرول وبدأت اتحرك جوه الكرنت فيو دوت، هيجيب لي الشكل زي ما حضراتكم شايفين، اقدر اشوفه زي ما انا عايز، لقطة منظورية. طبعا من هنا من الفيجوال ستايل نقدر نخليه رياليستيك مثلا، او نخليه ري تريس، نخلي شكل زي ما احنا حابين، نقدر نتحكم فيه برضو من الجزء دوت. نجيب النافيجيشن بار اجيب الشكل ده، ممكن اقول له مثلا اب وداون، اشوف لو انا مثلا عايز اطلع لفوق او انزل لتحت. طبعا الجهاز بقى الرسمة بقت تقيلة لان انا مشغل الرياليستيك في الفيجوال ستايل. تمام، طبعا برضو اقدر اقول له في الاوربت اقدر ادخل اشوف الشكل زي ما انا عايز في الاوربت. كويس، تمام. ده كده كل ممكن حاجة ممكن نشوفها. تعالوا كده برضو مع بعض ندخل على البلان وندخل على الكاميرا تاني، نجيب كاميرا وندخل مثلا نشوف الفيو اللي هنشوفه من هنا. مثلا نضغط كليك كده وكليك هنا برضو تاني، دخلنا الفراغ من الداخل، نضغط شيفت ومع البكرة ونبدأ نتفرج على الشكل. نعمل زوم اوت زوم ان زي ما احنا عايزين، شايفين الفراغ بنتحكم فيه، بنخرج بره ندخل جوه فراغ زي ما احنا في اي مكان، في الدور اللي تحت ممكن ندخل في بدروم، نطلع في الدور الارضي، ندخل فوق، يعني نقدر نروح في المكان اللي احنا عايزينه. لو عايزين نخلي الكروب فيو دوت نكبره، نسحب كده بيكبر زي ما احنا عايزينه، نخلي ان هو يقدر يتحكم ويشوف رؤية اكبر او اوسع، ونبدأ نكمل نشوف كل الواجهات، كل اللقطات اللي احنا ممكن نشوفها. شايفين الشكل، لقطة منظورية، تهريب للنقاط. طبعا ناس في عمارة عارفة يعني ايه مناظير ويعني ايه نقط تهريب. تمام، بكده نكون هنا موضوعنا في 3D فيو والفيو كيوب والنافيجيشن بار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.